السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع صومة في البيت البسيط، ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. والنهاردة بقى كل سنة وأنتم طيبين، العيد على الأبواب. طبعا ما بنستغناش عن الكفتة أم رز، بتبقى سهلة كده وسريعة ووجبة ما بتاخدش وقت، بس كتير بيشتكوا إنها بتطلع سودة وخضرة. النهاردة هقولك على المواصفات المظبوطة عشان تطلع بالشكل ده. ما تنسنش بالشير واللايكات، ويلا بينا وعلى بركة الله. وهنسمي بسم الله، وهنجيب كيلو إلا ربع من الرز مغسول ومتصفي المية بتاعته، يبقى ده كيلو إلا ربع من الرز المصري مغسول ومتصفي المية. هركنه على جنب وأجيب الخضرة بتاعتي. بصوا بقى يا جماعة، العامل اللي بيخلي الكفتة بتاعتك سودة هو الشبت. يا ريت تحط يا دوبك عودين اتنين، او ممكن ما تحطيش شبت خالص، يبقى اللي بيسود الكفتة هو الشبت، فممكن ما تحطهاش، او زي ما انا ما عملت. بصي اخدت عودين اتنين بس عشان اخد بس النكهة بتاعت الخضرة، مش اكتر من كده. بصي عودين اتنين، وفي الاخر بقيت الحزمة هركنها بقى للسلطة او لاي حاجة تانية. وهبدأ اعين العروش بقى اللي انت شايفاها كده من على من فوق اهي، تبدأي تعيني العروش دي وتاخدي بقية الورق اهو، زي ما انت ما شايفة كده، تاخدي بقية العيدان. يبقى يا دوبك تاخدي عودين اتنين عشان ما تسود لكيش الكفتة بتاعتك. بعد كده انا معايا هنا زي ما انت ما شايفة كده، ادي دي كزبرة خضراء. بالنسبة للعرايسنا الحلوين اللي ما بيعرفوش دي من الكزبرة من البقدونس، لا بصي ورقة الكزبرة ازاي كبيرة وعريضة من غير ما تسألي حد، دي كده تبقى بقدونس. كزبرة ولا ايه؟ انا اسفة، يبقى الكزبرة ورقتها عريضة وكبيرة، تمام. هتبدأي تاخدي بردك يا ست الكل ايه، نص الحزمة. ماشي يا جماعة، يبقى انا دلوقتي هاخد من الكزبرة الخضرة نص الحزمة بس، وهبدأ بردك اعين العروش من فوق كده وابدأ اخد بقية العيدان. طبعا الخضرة دي يا جماعة انا غسلها كويس جدا في الاول، يعني الخضرة دي مغسولة قبل ما اقطعها كده، رحت غسلتها كويس. يبقى انا خدت نص الحزمه بتاعت الكزبره الخضراء. بالنسبه للبقدونس نفس الكلام، بص الورقه بتاعتها بتبقى صغيره ونايمه ازاي، غير الكزبره خالص. الكزبره ورقتها مفتوحه، لكن دي الورقه بتاعتها نايمه. بردك هاخد نص الحزمه بس. يبقى العامل اللي بيخليها سودة انك بتاخدي شبت كتير، العامل بردك اللي بيخليها خضراء قوي انك بتكتري الخضره. لا احنا عايزين نحس بطعم الكفته، يعني يا دوبك ناخد نكهه الخضره بس. ونبدا نقطع العروش من فوق كده وناخد بقيه العيدان زي ما انت ما شايفه كده. يبقى اللي بيخليها خضره الخضره كتير، ما تحطيش خضره كتير، يا دوبك على القد. يبقى انا بقول لك مواصفات كيلو الا ربع من الرز، عليه نص الحزمه بقدونس ونص الحزمه من الكزبره وعودين من الشبت، وممكن تستغني كمان عن الشبت، تمام كده. زي ما انت ما شايفه كده تاخدي نص الحزمه بس، ادي الفرقه اهو. بصي يا جماعه زي ما انت ما شايفه كده، ديت الكزبره بصي عريضه ازاي وكبيره، لكن البقدونس تلاقيها ملمومه كده ونايمه، هو ده الفرق عشان بعد كده ما تساليش للعرايس الحلوين الجداد. الورقه دي عريضه تبقى كزبره، الورقه دي نايمه تبقى دي بقدونس. يبقى كده خلصنا الخضره بتاعتنا، ونقطعها اي تقطيع عشوائي عشان احنا هنعملها عند الراجل بصراحة، لأن المفرمة بتاعت البيت ما بتنعمش الرز كويس زي بتاعت الراجل بصراحة. بعد كده تجيبي بتاع خمس فصوص من الثوم، تعيني القشرة وتحطيهم. لو الثوم كبير يبقى كفاية ثلاث فصوص، تعيني القشرة وتحطيه سليم كده على الرز. بعد كده أنا معايا بصلاية وسط، ما تكتريش في البصل، هي كفاية قوي واحدة بصلاية كده وسط تعيني القشرة بس، ما تقطعهاش غير عند الراجل، عشان لو قطعتيها من هنا على بال ما تروحي للراجل بنقول عليها بتسنن، يعني بتطلع ريحتها كده وتبقى ريحتها مش حلوه. بعد كده تحطي التوابل بتاعتك، هتجيبي معلقه الشاي الصغيره تحطيهم معلقتين ملح، وبنفس المعلقه الصغيره تمليها فلفل اسمر وتمليها قرفه ونصها كزبره ناشفه، يبقى ما تحطيش توابل اكتر من كده، ملح وقرفة وكزبرة ناشفة وكمان فلفل اسمر. بالنسبة للقرفة يا جماعة حطي وما تخافيش، بتبقى طعمها جميلة قوي في الكفتة وكمان في المحشيات، حطي وما تخافيش.
بعد كده انا معايا هنا فلفل الوان احمر، هو دوت اللي بيدي الكفته بتاعتي اللون الاحمر الحلو اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو زي ما انت ما شايفه كده، بس ما تكتريش عشان ما تخليهاش حمراء قوي، وتبداي تعيني القلب بتاعها كده وتقطعيها، بس تجيبي الفلفلايه تكون صغيره، ولو كبيره تاخدي شريحه واحده بس. ومعايا هنا فلفلايه هنا رومي صغيره، بصي ما تكتريش في الفلفل عشان ما تبقاش طعمها فلفل وتبقى طعمها مش حلو، وتقطعيه او ممكن تستبدليه بقرن حامي. بعد كده انا عندي بردك واحده صفرة اهي صغيره، اخدت بصي شريحه واحده اهي دي اللي انا بقول لك عليها في الفلفل الرومي الاحمر، لو كبيره تاخدي شريحه زي كده صغيره بس، لكن لو الفلفلايه زي بتاعتي صغيره يبقى قطعيها وحطيها. والفلفل الرومي الصغير دي ممكن تحطي فلفلايه واحده او تستبدليها بفلفلايه حاميه لو انتوا بتحبوها حامي، وتبداي تدخلي المكونات كلها في قلب بعض كده عشان احنا هنوديها للجزار بقى ونفرمها. بالنسبه لكيلو الا ربع من الرز يا جماعه بياخد كيلو لحمه مفرومه، انا عاملاها طبعا بلحمه مفرومه جملي، او ممكن تمشي بالكندوز بردك بس هي بتبقى اطعم بالجملي. يبقى هنا الكيلو الا ربع رز بياخد كيلو لحمه او ممكن كيلو ربع لحمه مفرومه، تمام. انا عامله هنا بكيلو لحمه بس، يبقى كيلو الا ربع رز عليه كيلو لحمه عشان نحس بطعم الكفته يا جماعه. لكن اللي يقول لك كيلو كيلو لا، ده كده مش يعني ما تبقاش طعمها حلو بصراحه. بصي بقى اللهم صل على النبي يعني عليه الصلاه والسلام، الله اكبر، بصي شويه كفته طلعوا عسل، بصي اللون الاحمر الجميل الحلو ده، بصي قد ايه هي ناعمه وطريه. لما يبدا بس يخلطها لك قولوا له اديني وشين اتنين، ما تخليهوش يفرمها لك كتير على اساس ان هي يعني ما تنعمش قوي وتيجي تصبعيها ما تتصبعش، يبقى قولوا له اديني وشين اتنين. وبصي طلعت حمراء ازاي يا جماعه، دي من الفلفلايه الحمراء اللي احنا حطيناها، يعني انت ما تحطيش فلفل احمر كتير عشان ما تحمرش اكتر من كده يبقى شكلها مش حلو، يبقى انت تاخدي فلفلايه حمراء صغيره او لو كبيره تاخدي شريحه واحده بس، وتروحي للراجل وتفرميها وتقولي له اديني على الكيلو الا ربع رز لا كيلو لحمه لا كيلو وربع من اللحمه، وتبقى معاكي احلى كفته وتحطيها في اكياس كده وتشيلها في الفريزر، تطلعيها قبل العمايل بساعه تفك وتصبعيها وتعمليها، وبالف شقهف يعني بالف هنا بقى بصراحه، شويه كفته ريحتهم طالعين تحفه، وممكن تعمليها على ثلاث اكياس على حسب عدد اسرتك. وادي كفته النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم، واعملوها وقولوا لي في الكومنتات عشان انا بنبسط قوي قوي من التعليقات بتاعتكم، ويا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم، فما تنسونيش بالشير وبالاشتراك في القناه باللون الاحمر وعلى الجرس عشان يطلع لكم كل اشعارات بالوصفات الجديده، وما تنسونيش باللايكات، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني معصومه في وصفه جديده ان شاء الله.